غادة صالحة منطقة الحفة، صار لنا 9 سنين متهجرين باركين هوني، عم ربي اولاد ابني هون، عندي 3 ايتام، وهون الان صار يعني بجيب اولادهم بحطهم معي كمشان مساعدة لإلي مشان المعيشة. صعوبات يعني خيمة مهما كان يكون بضل عيشتها صعبة، المدخول صعب ما في مدخول، المعيشة غالية، والله هذه هي الحياة يعني شو.